مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. خلونا شوي اليوم نحكي عن غانغام ستايل. كلنا اتفقنا أنه غانغام ستايل أغنية مشهورة عبر العالم واشتهرت في الآونة الأخيرة، لكن اللي ما اتفقنا عليه طريقة كتابة غانغام ستايل باللغة العربية. في جيلك الخليجي يقول لك تنكتب قنقم ستايل، يجي لك واحد مصري يقول لك لا يا باشا دي تنكتب جانجام ستايل، يجي لك واحد عربي ثاني يقول لك لا حبيبي تنكتب غنغم ستايل، ويجي لك واحد عراقي يقول لك تنكتب كانكام ستايل. شلون تنكتب هسه ما افتهمنا. من الاشياء الطريفة ايضا اللي تصير انه العراقي اذا يريد يعبر عن مشاعره ويقول قلبي يعورني لازم يقول كلبي يعورني، واذا يريد يقول قلب قلب وين وين لازم يكتب كلب كلب وين وين. هو بصراحة احنا ما نقصد كلب، بس هو بالعراقي الكاف تعني ق. من الاشياء الثانية اللي تصير انه شلون نكتب اللغة الانجليزية بالعربي، فيجي الخليجي يكتب اللغة الانجليزية، والمصري يكتب اللغة الانجليزية، والعراقي يكتب اللغة الانجليزية. زين هسه شلون نكتب اللغة الانجليزية بالعربي، وشلون نكتب غانغام ستايل بالعربي؟ اسئلة محيرة. أتمنى الفيديو عجبكم وتسوولي سبسكرايب ولايك وتسوون شير بمواقع الحلوة فيسبوك وتويتر، وشوفوني بالفيديو الجاي. مع السلامة.